لو سألتك إيش تعرف عن فرويد بتقولي من فرويد، أقول لك هذا اللي أسس علم النفس التحليل. أنت إيش تعرف عنه من معلومات وشخصيته؟ شخصية فرويد بالفراسة الحديثة شخص مضطرب نفسيا، منعزل اجتماعيا، شاذ أخلاقيا، متكبر إلى حد النرجسية، محتال، متعالي، متعالي على غير بني جنسه وديانته. عاش طفولته وبداية حياته في بيئة كلها قذارة ودعارة، استخدم الكذب على تلاميذه والاحتيال على مرضاه، بل أن في أحد اللقاءات صرح أنه لم يفلح أن يعالج حالة واحدة فقط. هذا كلامه وبلسانه وفي أحد اللقاءات، بل كان يقول أنه يغلبه النوم والنعاس أثناء علاجه للمرضى. يعني كان فاشل في أبحاثه ونظرياته التي يزعمها. إيش كان يفعل وإيش طريقته؟ كان يفترض الأمراض التي هو كان يعاني منها، يقول إحنا مضطرب ومريض نفسيا، أمراض هذه يفترضها ويجيب لها حلول من رأسه وطريقته وهواه على كيفه، من وجهة نظره هو الشخصية، دون أسس علمية، دون منهجية في البحث. فالحالات المرضية كل إنسان له ظروف ودوافع سلوك وشخصية مختلفة، يعني لكل شخصية لها طريقة وحل وسبب. كل هذا الأمر ما كان يلتفت له، بل باعتراف بعض طلابه الذين كانوا يعارضونه أصلا ولم يقتنعوا بكلامه، وكان من يعارضه يطرده. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. It was impossible to discuss something really a form. He had no sophical education, and that was far from Freud. From the very beginning, there was a discrepancy. In fact, grew apart later, partly because of a difference in temperamental approach to experiment and proof. His approach was naturally different from mine because his personality was different from mine. هذه باختصار شخصية فرويد المعقدة المريضة النرجسية. على الهامش النفس البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى العظيم، وفيها أسرار عظيمة جدا، من يغوص فيها يلزم أن يمشي على هدي الله سبحانه وتعالى وسيرة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليصل ويفهم هذه النفس البشرية ويعطيها الحلول التي تصلح لها. سؤالي لك وأترك لك الإجابة، هل تأمن هذه النفس البشرية وعقلك على شخص في هذه الصفات، معقد نفسيا، مريض، مضطرب، الأصل القدح في مقصده ونيته؟ هل تأمن نفسك على هذا الإنسان ولو قالوا لك عنده آلاف الشهادات؟ هل تأمن نفسك وتأخذ منه الحلول؟ وهل تعتبر هذا الشيء اللي عنده علم حقيقي ولا لا؟ السؤال موجه لك والجواب عندك.